حلقة جديدة من برنامج نقطة خبر، أهلا بكم. صدمات تلو الأخرى حاول المواطن الخروج منها ولم يكن يعرف أنه جزء لا يتجزأ منها وربما هو صانعها. إنه الاختيار المبني على نظم غير منطقية لا تنتدب الأصلح ولا تنتخب الأفضل. التكتلات التي فرضتها أطر المحاصصة وتغذية الرأي العام بالخوف من الآخر وجعله ندا وخصما على مستوى المدينة الواحدة أدت بمحافظة صلاح الدين والعراق عموما إلى ما وصل إليه. حديث الانتخابات نراه الآن. الأداء هو ما رافق الحكومة التي مرت على العراق بعد أن لعبت المناكفات السياسية دورها على حساب الخيارات الوطنية. صدمات تلو الأخرى حاول المواطن الخروج منها ولم يكن يعرف أنه جزء لا يتجزأ منها وربما هو صانعها. إن الاختيار المبني على نظم غير منطقية لا تنتدب الأصلح ولا تنتخب الأفضل. التكتلات التي فرضتها أطر المحاصصة وتغذية الرأي العام بالخوف من الآخر وجعله ندا وخصما على مستوى المدينة الواحدة أدت بالعراق إلى ما وصل إليه. ابن الديرة وابن العشيرة وابن القبيلة والمبارك بقدسية فلان والمؤيد من قبل علان في موجة من اللاوعي الجمعي المخدر بأفضلية لا يستحقها الرمز القادم، تأخذ المواطن 4 سنين نحو هوية جديدة تقعده ملوما محسورا، في حين يفوز هذا الشخص ويتمتع بمكاسب فوزه مع أقليته المختارة الضيقة بالمقاولات والمشاريع والتي تبين أنها في الغالب وهمية، وإلا كان العراق جنة. وما احتجنا إلى كتابة هذا التقرير. المقاطعون للانتخابات تركوا حقهم وحق الناس في الإصلاح الحقيقي ومضوا متفاخرين بالخراب تحت شعار ها شقلنا مو قلنا لكم لا تنتخبون. وهل إن استمرار الخراب حل؟ مجالس المحافظات انتخاباتها على الأبواب، المقاطع سيخسر فيها مرتين، مرة حين هدر حقه في الاختيار ومرة لأنه أعطى الفرصة للفاشلين أن يزيدوا خرابهم. والحل فقط في مشاركة قوية وفاعلة تدفع بوجوه جديدة أو مجربة قديمة فيها خير إلى تولي أمر الناس. مجالس المحافظات بوابة صرف الموازنات، فلا تتركوها لمن باعكم 1000 مرة وما زال مستعد لبيعكم من موقعه والذي سيصرف عليه نصف ما اكتسبه في 4 أو 8 سنوات من أجل أن يبقى جاثما على أموالكم ومستقبلكم ومستقبل أبنائكم. نبقى في موضوع تحديث البيانات، حيث أكد معاون مدير مكتب صلاح الدين للانتخابات حيدر إسماعيل البلداوي استعداد مكاتبه وبعدد 38 مكتبا لاستقبال المواطنين من أجل تحديث سجل الناخبين وتوزيع بطاقات الناخب البيومترية. وحث البلداوي المواطنين على ضرورة التحديث إذ لا يمكن المواطن المشاركة في انتخابات مجلس المحافظات القادمة دون حصوله على البطاقة البيومترية. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن استعدادات مكتب انتخابات صلاح الدين لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراءها في 2020، بدأ مكتب انتخابات صلاح الدين كاستعداد أولي هو تحديث سجل الناخبين في المحافظة. كذلك هناك اليوم تجري عملية توزيع بطاقات الناخب البيومترية عن طريق 38 مركز تسجيل في المحافظة. بالإضافة إلى ذلك أن عملية التسجيل البيومتري مستمرة في المحافظة عن طريق مراكز تسجيل وأيضا عن طريق فرق جوالة تم نشرها في دوائر البطاقة الوطنية الموحدة في المحافظة ومديرية جوازات صلاح الدين ومديرية جوازات بلد، إضافة إلى مديرية المرور في المحافظة والأقسام المنتشرة فيها. حقيقة كمفوضية وكمكتب انتخابات صلاح الدين نطمح أن يكون الإقبال أكثر حتى يتم استكمال توزيع كافة البطاقات الانتخابية، إذ لا يمكن للناخب أن يشارك في الانتخابات المقبلة بدون بطاقة ناخب، بل هي مفتاح المرور للناخب للمشاركة في الانتخابات والدخول إلى مركز. من جهة
جهة أخرى، أوضح مدير أعلام مكتب صلاح الدين للانتخابات علي عيسى عمران أن هنالك تعميما من قبل رئاسة الوزراء وصل إلى المفوضية وتم توزيعه على الوزارات بتشكيلاتها كافة بضرورة حث موظفي دوائرها بتحديث بيان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن استعدادات مكتب انتخابات صلاح الدين لانتخابات مجالس المحافظات 2020، المفوضية العليا للمستقبل الانتخابات في بغداد سعت أن يكون التثقيف الانتخابي على مستوى العراق. هناك تعميم من مجلس الوزراء لجميع الوزارات وجميع الدوائر الحكومية بعملية التثقيف الانتخابي وتوزيع بطاقة الناخب والتسجيل البايومتري. المفوضية أصدرت كتب لجميع مكتب انتخابات صلاح الدين أصدر كتب لجميع دوائر المحافظة، وتم عقد اجتماع مع تشكيلات الإعلامية في المحافظة وتشكيل لجنة فرعية اتصالها باللجنة المركزية في بغداد لعملية التثقيف. المفوضية أيضا هناك الإعلام الرقمي وتكوين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجميع مراكز التسجيل 38 مركز تسجيل في المحافظة. هناك إقبال جيد على توزيع البطاقة والتسجيل البايومتري. بالنسبة للمواليد الجدد من مواليد 1999 إلى مواليد 2000. ونسب تحديث البيانات في الشرقاط، بيّنت إدارة مكتب القضاء للانتخابات استمرار عملية تحديث بطاقات الناخبين، حيث وصلت نسبة التحديث إلى 65% من عدد الناخبين. نحن الآن مستمرين بتحديث بطاقات الناخبين في مراكز الشرقاط الأيمن 1450 والشرقاط الثاني 2450، ويوجد لدينا مركزين للتسجيل في الساحل الأيسر من القضاء. المراجعة للناخبين والتحديث، وصلت نسبة التحديث البايومتري إلى 65% في عموم القضاء. نعم، المواطنين كافة إلى مراجعة مراكز التسجيل المذكورة في قضاء الشرقاط الأيمن والأيسر لأجل تحديث بياناتهم، وذلك لضمان مشاركتهم في انتخاب مجالس المحافظات. آخر، التقى النائب الفني لمحافظة صلاح الدين عمار حكمة البلداوي بفريق الأمم المتحدة المختصة بالتحقيق في جرائم داعش، وأوضح رئيس الوفد أنه سيتم تجهيز الفريق الخاص بمحافظة صلاح الدين والمشاكل من قبل الأمم المتحدة بكل المتطلبات اللوجستية لإنجاح عمل الفريق. كما بحث النائب الفني والفريق الأممي سبل إعادة الحياة في المناطق المحررة والمحافظة عموما. إلى ذلك، أكد البلداوي أن حكومة المحافظة تقدم كل التسهيلات والدعم من أجل توفير أجواء مناسبة وحرية كاملة لتنقل فريق التحقيق من أجل تسهيل العمل. في ذاتها، أكد رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة الزائر إلى صلاح الدين كريم خان أن المحافظة عانت كثيرا أثناء سيطرة تنظيم داعش عليها، معبرا عن سعادته للتقدم الحاصل في عموم المحافظة لما بعد تلك المرحلة المهمة. صلاح الدين is an ancient and historic province. صلاح الدين هي مدينة قديمة وعريقة. And the people of this province have shown bravery, resilience and also patience as they suffered very deeply also at the hands of Daesh. كذلك الناس في صلاح الدين قد أظهروا الشجاعة في مقاومة تنظيم داعش، كما إنهم عانوا كثيرا على يد التنظيم. I'm delighted now things are on the right track. أنا سعيد الآن أن نحن الآن على الطريق الصحيح. And for example, His Excellency the Deputy Governor was telling me that now the University of Tikrit is full and there are 22,000 students back in its halls learning. So this is a very good sign of progress. وأنا سعيد جدا لأن سيادة نائب المحافظ قد أخبرني أن جامعة تكريت الآن تعج بحوالي 22,000 طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة، وهذا يظهر التقدم الملحوظ. So whilst I acknowledge as head of UNITAD the achievements and the progress that
are apparent in Salahuddin. كذلك بالنسبة لي كرئيس فريق التحقيق رئيس فريق فريق يونيتاد أنا أدرك جيدا النجاح أو التقدم الحاصل في أما رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة الزائر إلى صلاح الدين أكد أنه جاء للتحقيق في مجموعة الجرائم التي حصلت في محافظة صلاح الدين وبالأخص جريمة سبايكر، مؤكدا الدعم الكبير من رئاسة الوزراء العراقية وإدارة المحافظة. وأنا كذلك أدرك أن الكثير من الضحايا والناجين لا زالوا متعطشين للعدالة. Justice not born from some notion of collective guilt, but justice based upon evidence showing individuals committing crimes. والعدالة لا تبنى على أساس اللوم الجماعي ولكن تبنى على أساس الشخص الذي ارتكب الجريمة بعينه، أنه على أساس مفهوم العدالة. I came here along with my team, my investigators and lawyer that are responsible for Camp Spiker. أنا جئت اليوم مع فريقي المتخصص بالتحقيق من المحققين والمحامين بالتحقيق في جريمة سبايكر. Along with my chief of national engagement and support, Dr. Salama Al-Khafaji. كذلك معي السيدة سلامة الخفاجي المسؤولة على التنسيق مع الجانب الوطني. To discuss practical steps in which the Spiker investigation can be deepened with the assistance of UNITAD. لمناقشة الخطوات العملية للتعمق في التحقيق في قضية سبايكر والدعم الذي المتوقع من فريق التحقيق. We have wonderful support in Baghdad from His Excellency the President and His Excellency the Prime Minister. لدينا دعم هائل من فخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس الوزراء. And Deputy Governor, I personally take this opportunity to thank you for your commitment of continued support to UNITAD as we go about trying to investigate properly in accordance with international standards the crimes committed by Daesh. وسيادة نائب محافظ صلاح الدين، أنا أود أن أشكرك بشكل مباشر على الدعم والتزامك بتقديم الدعم لفريق التحقيق من أجل إقامة تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت من قبل تنظيم داعش. ننتقل إلى بيجي ومطالبات بإيجاد حلول لهذا القضاء المنكوب الخارج من أتون معارك طاحنة ضد تنظيم داعش، ويواجه اليوم حربا ضد الإهمال وتناسي كونه رسميا قضاء منكوبا وما يترتب على ذلك من استحقاقاته على المستويين الحكومي والدولي. الأصوات في بيجي مطالبة بإيجاد حلول ناجعة لهذا القضاء المنكوب الخارج من أتون معارك طاحنة ضد تنظيم داعش، ويواجه اليوم حربا ضد الإهمال والتناسي كونه رسميا قضاء منكوبا وما يترتب على ذلك من استحقاقاته على المستويين الحكومي والدولي. أكو مساعدات من الدول راح أشيلك بالمفشوق، أكو مساعدات من الدول الكبرى جاتي تجي الإعمار قضاء البيجي، والاتحادية يقولوا لهم انطونا الفلوس احنا نعمر البيجي. والله لو أنا مكان الدول المانحة فلا أنت الحكومة الاتحادية حط ربع دينار، ربع دينار ما أنطيها، أجيب المبلغ وانطيه للغايم مقام مقعد يام، أقول له تعال وزع على الواقع بيوتهم، تعال بيتك يسوى 20 مليون هاك 5 ملايين روح شيل الانقاض عمر بيتك. الحكومة الاتحادية هي ما تريد تنطينا أخويا، ولا تنطي الموصل، مو بس احنا بس الموصل دافع عن نفسه، ولا تنطي الفلوجة، ولا تنطي حديثة، هذيك اللي ظلت ما شالت خلاص حديثة دينار ما انطوا، هم الناس يشتغلون عمال مثل الناس جاءت عمر ببيوتها. ووفق الإحصائيات والمسوحات الميدانية فإن بيجي تحتاج إلى العمل عليها من أكثر من جهة، والحكومة بوضعها الحالي لا تكفي، في حين أوضح رئيس خلية أزمة بيجي سعد خزعل إنه تمت مناقشة أهم المشاريع الخدمية مع مسؤولي وجهاء القضاء ورفعها إلى الجهات المعنية، وهذا ربما أضعف الإيمان لأهالي القضاء قياسيا بمستوى نكبتهم. تم دعوة هذا الاجتماع من كل أهالي بيجي لمناقشة المشاريع المستهدفة والمهمة جدا الخدمية، منها خاصة لقضاء بيجي، وكما تعلمون أن قضاء بيجي من الأقضية المهمة جدا ومن الأقضية المنكوبة
والتي لابد للحكومة المحلية والحكومة المركزية أن تنظر إليه نظرة خاصة وبدعم كافة المشاريع الخدمية. إدارة المحافظة سعت إلى تفعيل المنح المستحقة وفق برنامج إعادة العراق وبالأخص لبيجي، حيث أكد محافظ صلاح الدين أن بيجي تحتاج وقتا طويلا لإعمارها إذ ما تم الاعتماد على الجهد الحكومي لوحدها. ونتأمل خير إن شاء الله لتم هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع البيجي موضوع معقد، إذا ما كان أكو حل دولي ما راح تقدر الحكومة تحل، إلى أكثر من 15 سنة ما راح نصل إلى نتيجة. ومع كل هذه المشاكل والمعوقات يأمل أهالي بيجي بإيجاد حلول سريعة تنتشل القضاء من واقعه الخدمي المزري بثبات وتحسن الوضع الأمني الذي ينعم به القضاء منذ تحريره. سامراء، وبعد انتظار دام سنين عدة افتتحت أخيرا دائرة جوازات سامراء بحضور رسمي كبير، وكان على رأس الحاضرين في الافتتاح محافظ صلاح الدين عمار الجبر وعدد من أعضاء مجلس المحافظة عن مدينة سامراء، فضلا على الحكومة المحلية ومدراء الدوائر الحيوية فيها وقيادة العمليات والأجهزة الأمنية لتوفير الجهد والمال على المواطنين في إتمام المراجعات لاستصدار هذه الوثيقة التي تعد الأهم بين المستمسكات الرسمية. من جانبه عبر محافظ صلاح الدين خلال الاحتفالية عن سعادته بافتتاح هذه الدائرة الحيوية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل افتتاحها خدمة للمواطنين في مدينة سامراء. افتتاح دائرة الجوازات في قضاء سامراء جاء بعد متابعة كبيرة جدا من الأخوة أعضاء مجلس المحافظة من مدينة سامراء ودعم الحكومة المحلية في المحافظة. كان هذا الإنجاز يعني، وهذا يعتبر إنجاز في ظل ظروف البلد بصورة عامة وظروف محافظة صلاح الدين بصورة خاصة. احنا هذا اليوم افتتاح المكتب الثالث في علوم محافظة صلاح الدين، والمكتب الذي يتميز بموقعه المهم بالنسبة لقضاء سامراء وثقلها السكاني يعتبر زاوية انفراج لأهل سامراء في معاناة الحركة. نعتقد بأنه هذا مشروع مهم وإن شاء الله القادم أفضل. أما دائرة الجوازات والأحوال في وزارة الداخلية وعلى لسان مديرها العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، أكدت أن استحداث دوائر فرعية للجوازات في الأقضية الكبيرة من شأنه أن يخفف الزخم الحاصل على دوائر مراكز المحافظات، مع وعود بمفاتحة الجهات العليا لاستحداث دائرة جوازات الشرقاط أسوة بدوائر بلد وسامراء. أو الإقامة أو السكن، كل أعمالنا أصبحت اليوم أعمال إلكترونية، لم يتبقى لدينا سوى دوائر قليلة ونتحول بالتقنية لدماغ الظاهر والعالم. محافظة صلاح الدين هي المحافظة السادسة التي سبقت كافة المحافظات من حيث تحويل منهجية عملها من الأسلوب الورقي إلى الأسلوب الإلكتروني، وخاصة في مشروع البطاقة الوطنية. واليوم لدينا الحمد لله المكتب الثالث في افتتاح الجوازات، وطلبنا إن شاء الله في افتتاح مكتب آخر سيتم التنسيق مع السيد المحافظ وسادة الحكومة المحلية في سامراء، إذا أقدرنا على فتح مكتب رابع في الشرقاء نأخذ بالبعد المسافة لأهالي تلك المناطق حتى لا يتطرق عندنا على تكريس، وإن شاء الله نسعى لإفتتاحها ونحظى بالمرة الأخرى لإفتتاح هذا. بالنسبة إلى الجوازات هو حق دستوري إلى المواطن العراقي، فمن حق كل مواطن عراقي أن يحصل على جواز سفر ما لم تكن هناك، طبعا تعرف موانع قانونية، وهذا المكتب طبت جهود كبيرة من قبل الحكومة المحلية ومن قبل قيادة العمليات وقيادة الشرطة من أجل تقديم الخدمات إلى المواطنين في هذا القضاء، قضاء سامراء من الأقضية الكبيرة والتي لها باع طويل في التاريخ ولديها سكان كثير، فلا بد
كان هناك تفكير كبير من تقديم الخدمات في نفس القضاء. قبل عام ونصف تم افتتاح مكتب للبطاقة الوطنية، واليوم مكتب للجوازات، وإن شاء الله سنستمر بعطاءاتنا ونستمر بخدماتنا اللي تسهل إجراءات معاملات المواطنين. كذلك قائد عمليات سمراء اللواء الركن عماد الزهيري وصف افتتاح دائرة الجوازات في القضاء أنه ثمرة من ثمار النصر، مبينا أن تضافر الجهود هو ما قاد إلى تحقيق هذا الإنجاز. طبعا هاي ثمرة من ثمار النصر، تحية لدماء الشهداء والجرحى وكل مقاتلين القوات العسكرية والأمنية والحج الشعبي اللي شاركوا بهذا المهرجان. طبعا حقيقة الأخ مدير الجنسية العام والجوازات حقيقة وعد ووفى، ووزارة الداخلية كانت وفية في هذا المجال، وهنالك كان جيش حقيقة من أبطال الحكومة المحلية من سامراء وأعضاء مجلس النواب في المجلس المحلي وكذلك سيد المحافظ، حقيقة صاروا فريق عمل وقدروا أن ينجزون هذا المنجز. إن شاء الله الأيام المقبلة تشهد إنجازات طيبة أخرى باتجاه الأمن المجتمعي والأمن المستدام. أخيرا ومن الموصل، حيث يتساءل الموصليون عن قادم الأيام ماذا سيحصل لهم هذه المرة بين جبهة إنقاذ أعلنها النجيفي ولقاء شيوخ وجهاء بالمالكي، رغم أنهم الموصل وأهلها زهدت سياسيا أو أن تطلعاتها باتت تنصف في مسائل إعادة الأعمار والنهوض بالواقع الاقتصادي وعودة الناس. اعتادت النخب السياسية التعامل مع الفعل وفق أي حدث أو إعلان سياسي جديد، أما ردة الفعل فتتولاها الأوساط الشعبية بكل تفرعاتها مع بروز جديد لمصطلح المعارضة، والذي ينقسم إلى فاعل سياسي ومنظم وجزء من العملية السياسية، وآخر ما زال يعارض لأجل أن يعارض، ويشمل القوى التي ما زالت ترفض العملية السياسية، وهؤلاء ربما انحسروا في زاوية التصريح اللامجدي وغير المسموع بعد تجربة عمرها أكثر من 16 سنة. اليوم يظهر أول ائتلاف سياسي سني يستعد لخوض الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نيسان المقبل بزعامة أسامة النجيفي تحت اسم جبهة الإنقاذ والتنمية. أهداف الجبهة بحسب بيان للنجيفي هي تمثيل تطلعات المحافظات السنية والدفاع عن حقوقها وتعزيز مسار الإصلاح والتقدم والتنمية، فضلا على المطالبة بجملة من المسائل مثل إعادة النازحين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا وتعويضات المتضررين جراء الحرب وغيرها. في جانب الفعل فهنالك اعتراضات من أوساط سياسية رأت أن كثرة المشاريع والائتلافات لا تصب في مصلحة المكون السني، بل تسببت خلال الفترة الماضية بالكثير من المشكلات والعراقيل وشقت وحدة صف المكون. أما رد الفعل الشعبي فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات صفحات الموصليين بالمنشورات والتغريدات التي وصفت الجبهة غالبا بأنها جبهة إعادة تدوير لشخصيات فشلت في الحصول على مناصب وامتيازات في حكومة عبد المهدي، وهي تحاول اليوم التمسك بأية قشة تعصم حبها للزعامة من الغرق. ولم تكد الشمس تغرب على جبهة الإنقاذ الجديدة حتى ظهر رئيس الحكومة العراقية الأسبق نور المالكي وهو يستقبل بمكتبه وفدا من عشائر ووجهاء محافظة نينوى، وهو يصفهم بأنهم دعاة لمركزية الدولة لكنهم دفعوا ثمن وطنيتهم والتزامهم الباهظ، وأن الموصلة تضم نسيجا اجتماعيا متآلفا، ومن الضروري استثمار وتوظيف هذا التنوع من أجل تعزيز الثقة والمشاركة لتحقيق تطلعات وآمال أبناء المحافظة على حد تعبيره. كل هذا يقوله الملك الذي كان رئيسا للحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014، والذي يعتبر وفق مراقبين أحد أبرز المتهمين بسقوط الموصل بيد تنظيم داعش عام 2014. الموصليون جميعا يتساءلون عن قادم الأيام ماذا سيحمل لهم هذه المرة بين جبهة إنقاذ أعلنها النجيفي ولقاء شيوخ ووجهاء بالمالكي، رغم أنهم زهدوا سياسيا أو أن تطلعاتهم باتت تنصب في مسائل إعادة الإعمار والنهوض بالواقع الاقتصادي وعودة النازحين، وهذا ما يجري فعلا على يد محافظ نينوى المرعيد وإن بوتيرة بطيئة بسبب محدودية الإمكانيات، لكنها آتت أكلها قياسا بالظلام الدامس الذي غشها في فترة داعش وما بعدها. فهل ستدخل نينوى أزمة نخب سياسية؟ وما سر التزامن بين إعلان النجيفي وأحضان المالكي؟ وهل سيكون لشبابها دور سياسي بوجود نسورها؟
إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء.